السلام عليكم. توقيت مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في دور نصف النهائي، وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي للنهائي بعد الفوز على فياريال في نصف النهائي، ويستضيف ملعب فرنسا في باريس لقاء ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 28 مايو 2022 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وليفربول على قناة بي إن سبورتس 1 HD بريميوم بتعليق حفيظ الدراجي.